راديو نيل. رمضان ويانا لسه مكمل معاكم ميرا العمري ومحمود عباس على نغمة فأم. ويمكن جه الوقت اللي لازم نتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا جدا خلال شهر رمضان كل سنة وكل الناس بتلتف حواليها طوال شهر رمضان، وهي الدراما والمسلسلات. والسنة دي يا ميرا يعني يمكن في وجبة دسمة كبيرة جدا متقدمة، وفي تنوع كبير جدا في الانتاج وفي المواضيع وفي القضايا، خاصة كمان الحاجات المتعلقة حتى بالرومانسية. فبالتالي لو لقيتي يعني هتلاقي حاجات كتير قوي او مسلسلات كتير الرومانسية بتاعتها حلوة بالقوي، تحس ان هي ممزوجة بحاجات كتير قوي وقضايا كتير وفعلا رومانسية ليها هدف. دي حقيقة يا محمود. وفي الحقيقة يمكن مش بس الرومانسية زي ما انت ما قلت، في كل حاجة مناسبة لكل افراد الاسرة المصرية، الكبير والصغير. شفنا الكوميدي، شفنا الدرامي، شفنا الاكشن، شفنا الرومانسي زي ما انت ما قلت، وشفنا الوطني والاجتماعي، حاجات كتير. وفي الحقيقة كل حاجة مناسبة للجميع الاذواق، مناسبة لجميع المشاهدين. كل واحد قدر ان هو يشوف الحاجة اللي تتناسب معاه بشكل لطيف جدا ومتقدمة ومعمولة، سواء كتابة او اخراج او انتاج او كل حاجة محمود متقدمة للمشاهد المصري بشكل لطيف جدا. بالظبط. يعني لو بصيتي كده لمسلسل زي مسلسل ضرب نار ونوع الرومانسية غير المعتادة اللي يمكن بتخش جوه قصة او جوه حكاية، ان هي بدأ حكاية ما تلاقيش خالص ان هي او ما توديكيش، لان ممكن حاجة رومانسية تحصل وتلاقيها حصلة. نفس الحكاية بالنسبة لمسلسل علاقة مشروعة، برضو رومانسية مختلفة تماما وإطار رومانسي مختلف بشكل كبير قوي. زي ما قلتي مش بس الرومانسية كمان اللي ممكن تكون موجودة، ده القضايا المتعلقة بالأزواج والبيوت المصرية ممكن تبقى حضرت. ومن أهم المسلسلات اللي حضرت فيها مسلسل مذكرات زوج، اللي يمكن عمل حالة كبيرة جدا جدا مع الناس على السوشيال ميديا خلال الأربع حلقات اللي فاتت، ومنتظرين إن الحالة دي تكمل كمان خلال الأيام الجاية. دي حقيقة يا محمود. وعشان كده علشان نعرف تفاصيل أكتر، إحنا معانا السيناريست محمد سليمان عبد المالك. ألو، كل سنة وانت طيب. ألو، كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مستمعينكم يا رب. يا رب. أولا بنبارك لحضرتك على الحلقات الأولى لمذكرات زوج. طبعا السيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف المسلسل، واللي قدر ان هو يعني يبلور حاجات كتير جدا جدا جوه الأسرة المصرية. فأولا بنبارك لك. الله يبارك فيك ومتشكر جدا، ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظنكم لحد الاخر باذن الله. احنا متاكدين لان البوادر باينه. يا رب يا رب. احنا طبعا يعني علشان الوقت مضغوط كالعاده، فلسه بنشتغل وبنمنتج وبتاع، واحنا 15 حلقه بس، فيعني هانت احنا كده النهارده بالعرض الحلقه الخامسه نبقى وصلنا لثلث المسلسل ان شاء الله. ايه الرساله يا فندم اللي يعني يمكن الابرز اللي حضرتك يعني هتقدمها او يمكن بدات تقدمها من خلال الحلقات الاولى للمسلسل وهتكمل مع نهايه المسلسل؟ شوف، هو الحقيقه النوع الدرامي ده نوع ما كانش موجود على مائدة دراما رمضان بقاله سنين طويلة. السنة اللي فاتت أنا عملت مسلسل راجعين يا هوا مع صديقي المخرج محمد سلامة وشركة أروما، صحيح، المنتج تامر مرتضى، وكان بطولة خالد النبوي مع مجموعة كبيرة من الفنانين يعني. وكان بيحمل اسم الأستاذ أسامة أنور عكاشة كصاحب القصة الأصلية عن مسلسل إذاعي أصلا اتقدم قبل كده، وإحنا بنعيد تقديمها برؤية معاصرة. كان النوع ده بعيد خالص عن شاشة رمضان، لأنه رمضان في السنين اللي فاتت كان مهتم، يعني الصناع كانوا مهتمين إنهم يقدموا أنواع زي الأكشن، زي الدراما الشعبية، زي الكوميديا، هتبقى كوميديا فارس، لكن النوع الاجتماعي اللايت كوميدي ده كان غايب عن الشاشة، وكان دايما بيتقدم في دراما الأوف سيزون. فإحنا الحقيقة خدنا التحدي ده السنة اللي فاتت، والحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا نعمل حاجة مختلفة ومميزة على الشاشة. فالسنة دي حبينا انا والمنتج تامر مرتضى الحقيقة ان احنا ناخد خطوة للامام، فان احنا ناخد عمل لكاتب كبير هو الاستاذ احمد بهجت، اللي قدم مذكرات زوج في كتاب من الادب الساخر ومسلسل في الثمانينات، هو اللي كان عمله السيناريو والحوار، ان احنا نعيد تقديمه مرة تانية على الشاشة في السنة دي يعني. وإنه يبقى يعني نوع برضو مختلف، ونوع يعني إحنا بنعمل مشروع كده لإعادة إحياء أعمال كبار الكتاب، وإن إحنا نكون زي الجسر اللي نوصل الأجيال الأجدد بالأجيال الأقدم اللي هم أسدتنا اللي إحنا تربينا على أعمالهم. ده من الشق اللي هو الخاص بالصنعة يعني. لكن على الشق الآخر، إحنا في مذكرات زوج تحديدا قدامنا كمان
ان احنا بنطرح حاله البيوت المصريه وحاله الطبقه المتوسطه المصريه في دراما ناعمه بسيطه تلمس القلوب، بتتكلم عن مشاكل موجوده جوه كل البيوت ولكن بطرق مختلفه وفي اجيال مختلفه. هي فكره ان احنا بنطرح فكره الزواج عموما من منظور اكتر من ثنائي موجود في المسلسل، فاظن ده في خلال الحلقات اللي فاتت اظن انه بان بشكل كويس. طيب أستاذ محمد، خليني أسأل حضرتك سؤال كده، يمكن أنت ذكرت وقلت إن تم عمل العمل الفني ده قبل كده، هل في مخاطرة إن احنا نقدم عمل سبق تقديمه على الشاشة طبعا بطولة الراحل محمود ياسين، خصوصا إن ده ممكن يحط العمل في مقارنة؟ أكيد هو مفيش شك في إن في مخاطرة، وهامش المخاطرة مش صغير، لأنه المخاطرة بتبتدي من اسم الأستاذ أحمد بهجت، نمرة 2 من إن إحنا يمكن ثقافة الريميك أو إعادة صناعة الأعمال اللي تم تقديمها قبل كده بشكل جديد ومختلف ومعاصر وحداثي، يعني يمكن برضو مش موجودة عندنا، بل بالعكس ساعات بيهاجم على إنه نوع من أنواع الإفلاس أو إن أنتوا ما عندكوش حاجة جديدة تقدموها، في حين إن أنا ما بشوفش ده خالص الحقيقة. أنا بشوف إنه نوع من أنواع إثراء المائدة الرمضانية وشاشة الدراما في رمضان بأنواع مختلفة، ولو هنقدم حتى عمل قديم تم تقديمه قبل كده ونعيده بشكل معاصر مختلف، انا شايف ان احنا لو نجحنا في ده فده اكيد بيضيف لنا وبيضيف كمان للعمل الاصلي، لانه يعني ناس كتير قوي ما تعرفش ان في مسلسل قديم اسمه مذكرات زوج. صحيح. ويمكن اللي اتفرجوا عليه بس في الاجيال الاصغر، هو بقاله فتره كمان حوالي اكتر من 30 سنه، يعني هو تقريبا في سنه 90، يعني انا شخصيا اتفرجت عليه في مرحله الطفوله، فيمكن الاجيال الاجدد ما تعرفش انه موجود اصلا. فاعاده تقديمه بالعكس، انا حابب جدا ان احنا فكره ان احنا نعيد تقديم الاعمال الكلاسيكيه القديمه بشكل جديد، انا شايف ان دي حاجه بتتقدم في العالم كله سواء على مستوى السينما او التلفزيون، ومش غلط خالص ان احنا كمان نقدمها عندنا في مسلسلات وافلام ويمكن كمان مسرحيات اتعملت قبل كده. استاذ محمد، يعني واضح ان حضرتك ما بتهابش المخاطرات، لان زي ما حضرتك ذكرت برضو راجعين يا هوا السنه اللي فاتت كان ماخوذ عن الراحل الكبير جدا أسامة أنور عكاشة، والسنة دي طبعا مذكرات زوج مأخوذ عن الكاتب أحمد بهجت، ففكرة أن يعني حضرتك إزاي بتحاول للقروا الروايات قبل كده أو حتى السنة اللي فاتت سمع المسلسل إزاي راجعين يا هوا، إزاي بتخليه يحس بالفرق في إطار الدراما وفي إطار القصة وكل حاجة؟ والله انا شخصيا ما بعرفش اقدم عمل على التلفزيون لو حسيت اني مش مصدقه ومش حبه ومش غرقان جوه تفاصيله بشكل شخصي، يعني ككاتب على في المقام الاول. فدايما لما بختار عمل او بيعرض عليا عمل لازم يبقى فيه الجزء ده، سواء عمل اصلي بتاعي انا صاحب فكرته الاصليه، او عمل بتنقله من وسيط ادبي لوسيط اخر، او من وسيط اذاعي لوسيط تلفزيوني وهكذا. طيب اخيرا بقى اتفضل. لا انا بس عايز اقول كمان ان المخاطره بتمتد يمكن الكمان، يعني خالد النبوي صديقي العزيز والفنان الكبير كان لاول مره السنه اللي فاتت يقدم النوع الدرامي ده على الشاشه. النهارده الفنان طارق لطفي اول مره بيقدم النوع ده على الشاشه، السنين اللي فاتت كان يعني دايما حاطينه في ادوار جاده جدا يمكن تميل للشر اكتر، فالاول مره بيقدم النوع ده، ده بيبقى تحدي من نوع اخر تماما وامانه كبيره قوي في رقبه الصناع. السنه دي كمان مخرج لأول مرة في الموسم الرمضاني تامر نادي اللي عمل قبل كده مسلسل من 10 حلقات على أحد المنصات، فلأول مرة يعني أنا فعلا صار إن أنا غاوي مخاطرة وأنا مش واخد. ما أنا بقول لحضرتك عشان كده ما بتهابش المخاطرات. أيوة صحيح. طيب أخيرا يا أستاذ محمد، يعني الخطة اللي جاية ليك هيكون مسلسل اجتماعي برضو ولا حاجة مختلفة، وإيه هي القضية اللي حابب إن حضرتك تعالجها من خلال شاشة التلفزيون إن شاء الله؟ والله انا حقيقي ما ببقاش عارف الخطوه اللي جايه ايه وانا شغال في عمل يعني ما خلصش او ما اكتملش عرضه، يعني لان انا اصلا قبل راجعين يا هوا كمان انا كنت مصنف على ان انا بقدم اعمال الاكشن والسسبنس والاعمال حتى التاريخيه او الاعمال الجاده او فانا يعني دايما احنا عندنا في سوق صناعه الدراما كده حاجه زي التقطير او التصنيف، هم دايما يحبوا يحطوك في حته كده تصنيف ولما يعوزوا يعملوها يقوموا. انا شايف انه ده ضد الفن وضد الابداع وضد التجريب وضد المغامره. لازم الكتاب والصناع عموما يجربوا مناطق جديده ويحاولوا يروحوا مناطق جديده ويكتشفوا جوه انفسهم مناطق جديده على مستوى الكتاب والمخرجين والممثلين كمان، لانه احنا لو قعدنا نقدم اعمال هي كل مره زي ما كانت لمجرد ضمان النجاح مفيش حاجه مضمونه. صح. في الاخر على راي الفنان الراحل نور الشريف احنا عارفين اللي بينجح بنروح كلنا نعمله. احنا في الاخر صحيح. بنجرب
احنا بنجرب وبنفن وبنحاول نقدم اشكال مختلفه وتجارب مختلفه ورؤى مختلفه. فانا يعني مش عارف هكمل في نفس النوع ده ولا لا، يمكن يستهويني فاعمل فيه عمل تاني، يمكن اغير، يمكن ارجع لنفس اللي انا كنت بقدمه قبل كده. لسه ما خدتش اي قرار بصراحه، بس منتظر بقى ردود الافعال على مذكرات زوجه، ده اللي حاليا يعني مسيطر على دماغي يعني، فلسه ما قررتش بصراحه. احنا منتظرين المخاطره، يعني ما تبقى من المخاطره دي والمخاطره اللي بعدها يعني. بس حقيقي نورتنا السيناريست المتميز محمد سليمان عبد الملك. وانتوا طيبين، رمضان كريم يا رب عليك وعلى كل حبايبك. جدا معاكم في المداخله دي، والله اكرم وسعيد جدا باني كنت معاكم. الف شكر يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا، مع السلامه. كان معانا السيناريست محمد، أستاذ محمد سليمان عبد المالك، وتفاصيل كتيرة يا محمود في الحقيقة في دراما رمضان السنة دي. يعني حقيقة ميرا لازم شايفين كل حاجة حرفيا على طبعا شاشة التلفزيون طبعا. وزي ما قلت في كل كل حاجة مناسبة للكبير وللصغير، حتى هو عندكم هو مذكرات زوج، فانتوا هو مرضيين. لا وكمان الانتاج واضح جدا جدا ان هو مبذول فيه جهد كبير جدا من كل القائمين على الأعمال الدرامية يعني السنة دي. والحقيقة مرة تانية وتالتة وعشرة حابين ان احنا نتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وده العادة خلال الفترة الأخيرة اننا مش بس نشوف مسلسلات نستمتع بيها، لا كمان كل مسلسل يبقى وراء رسالة او فايدة معينة، وهو ده اللي بياخده المشاهد يا محمود في نهاية كل في نهاية المسلسلات عامة بشكل عام، ان هو بيطلع بهدف معين، بهدف سامي، بنتعلم منه حاجة، سواء بقى المسلسل اللي بنتفرج عليه هو مسلسل اجتماعي أو وطني أو رومانسي أو غيره. ففي الحقيقة شكرا للشركة المتحدة على كل الأعمال الدرامية وكل المسلسلات الدرامية اللي بتقدمها لنا من خلال شاشة التلفزيون.